تهز الفلام. هيلي بالدوين تفتح قلبها حول علاقتها مع جاستن بيبر. في لقاء لها مع موقع The Time، فتحت العارضة هيلي بالدوين البالغة من العمر 21 عاماً قلبها حول علاقتها مع جاستن بيبر، حيث قالت: أنا وجاستن كنا أصدقاء منذ مدة طويلة، قابلته عندما كنت صغيرة وكان أحد أفضل أصدقائي، الكل يعلم أنه مع الوقت تحولت العلاقة إلى حب، ولكن هذا ما يحصل عندما نكون في 19 عاماً، لقد كان كما كان. بعد الفراق لم نتحدث مدة طويلة ولم نعد أصدقاء كما كنا، كان شيئا غريبا جدا، ولكننا أكملنا حياتنا. وأضافت: لقد تأكدنا أنه يجب أن نبقى أصدقاء، وعلاقتنا كأصدقاء أفضل من أي شيء آخر. أنا أحترمك كثيرا، وأنا الآن في وضعية ناضجة، وهذا جيد. إذن هنا فهمنا كل شيء عن علاقة هيلي بجاستن بيبر. أما عندما سئلت عن شون مينديز، قالت: إننا نقضي وقتاً ممتعاً مع بعض، إنه شاب رائع ولطيف جداً، ليس لدي حبيب، أنا سينجل، إنه صعب للغاية أن أجد شخصاً لديه نفس الأفكار والميول مثلي، سبق لي أن وجدته، ولكن علاقتنا لم تكمل، بالرغم من ذلك هذا الشيء مريح، هكذا أفضل. هذا ما صرحت به هيلي، ولكن البعض لا زال يصدق أن علاقة هيلي موجودة أو علاقة شون مينديز وهيلي بالدوين، وربما يخبئونها على الملأ تفادياً للمشاكل. وأنتم ما رأيكم؟ اتركوا لنا رأيكم في تعليق. لمن يريد التفاصيل حول علاقة هيلي بجاستن، يمكنكم العودة إلى أحد مقاطعنا السابقة، سنترك لكم الرابط في الديسكريبشن أسفل. This house is a fucking prison on planet bullshit in the galaxy of this sucks camel. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على القناة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسوا التفاعل معنا في المنتدى، نحبكم.